شغل مين هذا اللي صاير بغرفتي جوا؟ شغلك؟ عزبك؟ مين أزلك؟ فكرتك رح تحب؟ حب؟ حدا فايت على مطرحي مش قالوا لي اياه فوقاني تحتاني بدك كان يحب، كيف طلع معك هيك؟ شو اللي كيف طلع معي هيك؟ غراضك بالحفظ والصون انا قمتهم على جنب خبيت لك ياهم، حبيت اعمل لك شويه تغيير يعني. تغيير؟ شو موضه؟ لا مو موضه، بس يمكن منيح احيانا نطوي صفحه على وجعنا، ومنيح نلاقي مين يساعدنا. فكرت حالي وحده من هالناس، بس او على القليله بمون. عود امي عود. شبك لك امي؟ البنت ما غلطت، اجت لعندي وسألتني وانا وافقت. اصلا انا يلي فتحت لها، مع انه بعرف انه بدك تعصب ويطلع خلقك، بس بالنهايه بدنا نجرب ننسى ونكوي للجرح. انا ما طلبت شيء من حدا اوكي امي. وما رح تطلب، انا يلي بعرفك. طيب ما بنسأل جبل طلع فيني لأيمتى؟ شو هو اللي لأيمتى؟ شاي عم تهرب حتى بجواباتك. صاروا 4 سنين، 4 سنين. يعني برأيك هالوقت ما بكفي لحتى تنسى وتكمل حياتك؟ هذا حقك يا جبل، حقك وحقنا منك كمان. والله خايفة أنا موت قبل ما أطمن عليك.